السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. أصدرت منظمة هيومان رايتس ووتش تقريرا وصفت فيه وضع النازحين وتعامل حكومة بغداد وقواتها وميليشياتها معهم ومنعهم من العودة إلى مناطقهم بعد سلسلة من الإجراءات التعسفية التي اتخذت ضد أغلب النازحين، حيث سلطت الضوء على مبدأ العقاب الجماعي الذي تتبعه الحكومة في العراق مع النازحين. ومؤخرا وتأكيدا لتقرير منظمة هيومان رايتس ووتش، طالبت كتلة الصادقون البرلمانية التابعة لميليشيا العصائب السلطات الحكومية بمنع عودة نازحي جرف الصخر إلى محافظة بابل إلى منازلهم وإلى مناطقهم. واتهم عضو الكتلة حسن سالم العائلات النازحة من جرف الصخر بالتورط بعمليات إرهابية على حد قوله. الأمر لم يقف عند هذا الحد، حيث هدد مجلس محافظة بابل المطالبين بإعادة سكان جرف الصخر النازحين برفع دعاوى قضائية ضدهم. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: الميليشيات في العراق ومنع النازحين من العودة. نطرح هنا عدة أسئلة ونفتح الباب أمامكم للمشاركة والإجابة عنها. ما تفسير مطالبات ميليشيا العصائب الحكومة منع عودة نازحي جرف الصخر إلى مناطقهم؟ وهل حكومة بغداد عاجزة عن حسم ملف النازحين أم أنها متورطة في عرقلة عودتهم إلى مناطقهم؟ ألم تثبت اتهامات الميليشيات للنازحين بالإرهاب المخططات الطائفية التي تقودها الأولى؟ وما قيمة تصريحات وبيانات بعض السياسيين السنة المستنكرة للإخفاء القسري للنازحين والمعترف به إن لم يكن هنالك تحرك فعلي على الأرض؟ هل هناك طرف سياسي لديه القدرة على مواجهة ميليشيات الحشد في العراق والوقوف أمام مخططاتها؟ ولماذا يتمسك بعض سياسي السلطة بمناصبهم وهم يرفضون بتصريحاتهم الوضع في العراق؟ ولماذا تعامل الحكومة العراقيين النازحين على أنهم ليسوا أبناء هذا البلد ولهم حقوق بالحياة الكريمة والعيش الآدمي؟ أسئلة بإمكانكم أن تشاركونا مشاهدينا الكرام من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم بعد قليل، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين والتي تتيح لكم أن تتواصلوا معنا عن طريق إرسال رسائلكم النصية. فاصل ونعود. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، لدينا رسالة من السيد مبروك من الإمارات يقول: تحية لك أخي محمد. الحكومة تطالب الميليشيات التابعة الحكومة تطالبها الميليشيات التابعة لهم بمنع عودة النازحين لمناطقهم خوفا من أن يواجهوا مصير القتل والاعتقال، وكثير أمور تحدث الخوف على حياتهم من مصير مجهول يتهددهم، هو الذي نتخوف من حدوثه وتكراره في هذه الفترة، لأن النازحين يعيشون أوضاعا معيشية صعبة، عدم وجود مقومات الحياة ومستلزماتها لمواجهة هذه الظروف الصعبة أيضا. أضف لذلك عدم اهتمام السياسيين لأوضاع النازحين في مناطقهم أو حتى إعادة إعمار المدن المدمرة أو تخصيص مبالغ لمساعدة النازحين. هذا المصير المجهول من قتل أو تغييب كما حصل في مأساة المغيبين في جرف الصخر، لذلك الميليشيات المجرمة تتحمل المسؤولية عن كل هذا المصير الذي يتهدد النازحين. لذلك وجبت الثورة على الأحزاب المجرمة، يجب أن يقودها الشرفاء الأخيار، ولإعادة الأمن والأمان في العراق ولمحاسبة كل من يتورط بهذه الأعمال التي ترقى أن تكون جرائم حرب. أضف لذلك الخوف من عودة الممارسات الطائفية في العراق وبالأخص جرف الصخر من قبل ميليشيات العصائب الطائفية ولإيجاد الوطنيين لحكم العراق. طيب، إذن مشاهدينا الكرام،
مشكلة النازحين منذ أن انتهت العمليات العسكرية، وكان يعتقد الكثيرون أن سيتحقق الإعمار الذي وعدت به حكومات ما بعد الاحتلال، حكومة حيدر العبادي وحكومة عادل عبد المهدي، وهذه المؤتمرات التي عقدت وهذه التصريحات التي خرجت في بداية هذه الفترة لإعادة إعمار وفترة ازدهار وانتهاء الإرهاب كما وصفوا. لكن بعد مرور هذه السنوات ظل الوضع على ما هو عليه، وظل النازحون يقيمون في المخيمات، يقيمون في هذا العراء في الحر الشديد وفي البرد القارس، في مخيمات بعيدة كل البعد عن اهتمام الحكومة والسلطة، بعيدة كل البعد عن الدعم والمساعدة. بقيت بعض المنظمات الإغاثية الخاصة الأهلية كما توصف محليا هي التي تقوم برعاية بعض المخيمات نظرا لقدرتها المحدودة والإمكانياتها القليلة. لكن الدور الحكومي هو دور غائب تماما عن ملف النازحين. بالإضافة إلى ذلك، القضية التي نناقشها وهي الرئيسة في الموضوع هي سطوة الميليشيات ومحاولة إرهاب المجتمع بشكل عام، وقضية المخفيين، إخفاء النازحين، والعقاب الجماعي كما وصفته هيومان رايتس ووتش الذي تتبعه ليس فقط الميليشيات بل حتى القوات الحكومية المباشرة بتبعيتها إلى السلطة. أبو الحسن تفضل. السلام عليكم أخوي أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. حيا قناتكم البطلة. حياك الله أبو الحسن. بالنسبة للنازحين صار أكثر من 5 سنوات نعم وبالمخيمات يعيشون، وأسوأ الظروف يعيشوها المعاشية والخدمية وكل الأحوال. أخي بالنسبة للنازحين ما يعيدوهم للمناطقهم، لأنه سيطرة الميليشيات وسيطرة الميليشيات اللي تابعة لأحزاب السلطة نعم متخذين قرار انه عدم عودة المناطق المحادية لبغداد او يسموها حساب. لماذا ابو الحسن؟ لماذا؟ لانه تدري اولا يهددوهم بالقتل، لانه هم يقولون خايفين عليهم، لكن ايضا هم مشتركين بقتلهم. وبالتالي الان دا يجري قسم من الاراضي اللي للنازحين في جرف الصخار والمدائن وحزام بغداد دا تستولي عليها قاده الميليشيات، والان دا يزرعوها بنخل وغيرها. ابو الحسن برايك لماذا ترفض الميليشيات ان يعود النازحون الى مناطقهم؟ يعني ميليشيا العصائب وصفت اهالي جرف الصخر بالارهابيين هم وعوائلهم، وبالتالي هذا التعميم وهذا المبدأ يكون ذريعة لهذه الميليشيات أمام الدولة وأمام الرأي العام أن تبرر لنفسها انتهاكاتها. لماذا يمنع النازحون من العودة إلى مناطقهم وقد انتهت العمليات العسكرية؟ احنا أخي محمد نعرف بعد العمليات العسكرية أو بعد تحرير ما يسمى بتحرير من داعش وغيرها تصير عودة النازحين إلى بيوتهم وإلى أراضيهم، وبعدين تقدم لازم خدمة وبالسرعة الممكنة من الدولة ومساعدات الجهات الرسمية وغير الرسمية إلى النازحين للعودة. فهناك ميليشيات أيضا مسيطرة على المناطق وترفض عودة النازحين، ويقولون انه هاي عوائل النازحه. هل تعتقد يا ابو الحسن، هل تعتقد ان الموضوع موضوع رفض عوده النازحين الى مناطقهم مرتبط بمخططات لتغيير ديموغرافي قد يطالوا المناطق؟ نعم نعم، هو هسه بدأوا قسم من الميليشيات تسيطر على اراضي وتجيب عوائلهم وتسكنها فيها، هو هذا الموضوع. ولا هذا التغيير الديموغرافي بالنسبه للحزام بغداد وباقي المناطق، الان قاده الميليشيات والميليشيات سيطرت على اراضي واسعه في حزام بغداد وسكنت عوائلهم، ولهذا يريدون عدم رجوع او رفض رجوع عوائل النازحين الى مناطقهم والى سكنهم. نعم. فهاي عملية مخطط لها من قبل الأحزاب الطائفية اللي ترتبط بإيران، لأنه أولا يريدون يسكنون المناطق حزام بغداد، حتى جابوا من إيران يعني يتكلمون اللغة العربية وسكنوا بهاي المناطق على أساس أنهم هم عراقيين، ولكن نعم. هم إيرانيين،
هذا التغيير الديمغرافي إضافة لها هاي المعسكرات اللي خالين بها النازحين عبارة عن سجن يا أخي محمد، عبارة عن سجن، لأنه النازح يفتقد لكل الخدمات والجانب المعيشي. النازح الآن اللي يخرج من المعسكر يوقع ويدخل أيضا يوقع، بمعنى أنه سجن وإقامة جبرية على النازحين حتى لا يعودون إلى مناطقهم. نعم. أشكرك أبو الحسن، كنت معنا من بغداد، شكرا لك للمشاركة. معنا السيد أبو أحمد من جرف الصخر، تفضل يا أبو أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلي نازح من جرف الصخر. نعم. يعني جرف الصخر، نعم، حاليا ما حد يقدر يطب ولا حد يدخل عليه، لا رئيس الوزراء ولا رئيس الجمهورية ولا برلمان ولا أي واحد. لماذا يا أبو أحمد؟ لماذا؟ اكو كتائب حزب الله موجوده بجرف الصخر، هي لازم جرف الصخر. اي مسؤول، ما الاسباب التي تمنعكم من العوده يا ابو احمد؟ خلينا ويا نقطه، احنا المسؤولين، موضوع المسؤولين منتهين منه، وكما تفضلت وهناك تاكيدات على كلامك، لكن لماذا لا تعودون الى مناطقكم؟ ما الذي يعني بخلاف الميليشيات، ما الهدف وراء منعكم من العوده الى مناطقكم؟ اخي العوده، نعم اسمعك ابو احمد. العوده هي احنا بودنا اليوم قبل باكر العود الى جرف الصخر، احنا دمرتنا الاجارات. برايك شنو السبب اللي يمنع الميليشيات من اعادتكم؟ الميليشيات اللي مكلبه بالارض، هي دا تزرع ودا تحرق ودا تسوي، يعني زراعتها هذا تمويلها كلها من الزراعه. نعم. انت تدري جرف الصخر ايش قد بيه تمر؟ نعم. جرف الصخر كان نعم 20,000 طن تمر، هاي من غير الحنطه ومن غير الشعير ومن غير الخضروات. ابو احمد، برايك الحكومه خائفه من الميليشيات لا تتدخل، ام انها مشاركه مع الميليشيات فيما تفعل؟ لا، هي الحكومة هي ميليشيات، واحنا ما عندنا حكومة. نعم. الحكومة للميليشيات هي الحاكمة. احنا اهل جرف الصخر نتمنى نصل لقبة البرلمان، كل جرف الصخر بده بقبة البرلمان، وحتى نفضحهم فضيحة. والا شنو جرف الصخر اول منطقة صار لها 6 سنوات وحضر ما خلونا نطبها ليش؟ ولا يوجد اي تفسير لهذا الشيء. يعني الحكومه التفسير موجود وذاتك. نعم موجود التفسير، اقصد تفسير من السلطه، تفسير من الحكومه لا تفسر سبب بقائكم نازحين. مو الحكومه هي تدري، هي تدري نفسها ماكو حكومه، انت ليش تسميها حكومه؟ والله حرام تسميها حكومه. نعم. وضعكم كنازحين أبو أحمد، ما هو وضع نازحي جرف الصخر؟ أنت أكيد على اتصال ومع جارك أو مع أقربائك أو كذا، ما وضع النازحين من جرف الصخر الآن؟ وضع نازحي جرف الصخر يرثى له، ناس كلها فقرة وناس كلها خلت غراضها ومعداتها كلها ببيوتها بقت، اجينا بطرق الدشاديش درهم ما حصلنا من الحكومة. نعم. ولا منظمات ولا مساعدات غذائية أو دواء أو شيء. ولا مساعدات يطلنا بالهجرة بالوحدة بالهجرة بالحلة. إذا تروح تشبع ضيم وظلايم. حتى شيطك بالنهاية وراء هذا الضيم. الضيم يعطيني كارتوني بها وبيها كيلو عدس وبيها كيلو شكر. نعم. قيمتها ما تصرف 15,000 دينار، وانا رايح عليها بالساعة بالثنتين بالليل، تعزم سنة ويداوم بالتسعة الصبح. نعم. طيب، أشكرك أبو أحمد، كنت معنا من جرف الصخر. معنا السيد أبو عمر من السليمانية، تفضل يا أبو عمر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. استاذ محمد، يعني ان شاء الله ان شاء الله ثم شوف هاي الضربه الجايه بالطيارات المسيره، طيارات اف 35، لو هذه ضربه لو بعد راح تكون على جرف الصخر، يعرفون مقراتهم ومخازنهم ما يصلح كل يعرفوها. بس قول يا الله افتحوا عينكم، شكوا واحد هناك اذا مسوي نفسه حاجه يسمع حي الصخره ويمدك بهذا وذاك راح يتخلصون من عنده، بس اصبروا ان شاء الله، هاي الضربه القادمه، هم ما بقوا شيء، يقصون بجناحهم منا ومنا ومنا، ولا فيهم واحد ذكر يقدر يرفع راسه، احنا من يقول لك ابو مهدي العربنسي يقول لك هذا هو قائد البطل والما ادري شنو، بعدين يطلع من هو النازحين ابو عمر، النازحين حدثني عن النازحين. النازحين، اما النازحين اقول لهم شيء واحد بس، لا حد هسه يفكر بالعوده. ترى هنا انا ناصبينكم جميل، اذا قالوا لكم تعالوا ارجعوا ويظلون بهذا الوضع المأساوي يا ابو عمر، يظلون بهذه الخيم التي تخلو من المساعدات، يظلون احسن ما يساعدين انه يدون يتخلصون. يقول لك ولا عندهم حقوق، ما يطالبون بحقوقهم، اذا احنا خدعناهم وجبناهم وقتلناهم ونفيناهم ما حد راح يطالب بحقه. جيل استاذ محمد هذه نصيحه، بس هذا استسلام يا ابو عمر، هذا استسلام يا ابو عمر. انت من عندك يدافع عنك؟ من عندك يدافع عنك؟ بس ارجع اعرف استاذ محمد، من اكو بالعراق يدافع عن جرف الصخر؟ طيب ولا من سمع عليهم؟ اوكي ماشي ابو عمر، انا السؤال، حضرتك هسه بكلامك تؤيد الروايه الحكوميه او روايه الميليشيات التي تطالب بمنع عوده النازحين الى مناطقهم. طيب الناس تظل هسه، استمعت الى كلام ابو احمد من جرف الصخر، يقول لك اطلع من الثنتين بالليل الزم سره حتى يعطيني مواد غذائية قيمتها 15,000 دينار عراقي، أمور لا تكفي لسد رمق عائلة مكونة من 4 نفرات على سبيل المثال. أستاذ محمد، أنت تقدر تنطي ضمان 1 بالمليون إنه هذا يرجع إلى مدينته أو ينطي؟ هذا اتفاق ما بين الحصابات الميليشيات. نعم. تقول عليها حكومة وميليشيات، هذا ظاهرياً شكل على أساسهم نزاع وما يقبلون قرارات حكوميه ودوليه، لكن باطنيا كلهم متفقين، قسما بالله كلهم متفقين وكلهم على قلب واحد. اما من يقول لك والله عاد الزويه طلع كذا قرار ورفض، هذا كله كذب كذب، هذول بالوجه مرايه وبالقفة سلاح. يعني احنا ما اخذنا 16 سنه عبره من ذولا، ما اخذنا، حتى تحكي عن التاريخ، تحكي عن القران والسنه، عمي كلها محرفه 16 سنة، آلاف الفيديوهات والصور حول أخلاق هؤلاء، ما تعلمنا، ما أخذنا عبرة، احنا جبنا. طيب طيب أشكرك أبو عمر، كنت معنا من السليمانية. نقف بالضد من الآراء السلبية التي تحبط من الناس ومن عزيمتهم ومن إرادتهم ومن رغبتهم في الحياة ومن رغبتهم في قول كلمة لا لسلطة حاكمة، لميليشيات، لفرق موت. من الخطأ في بلد كما تقول يا أبو عمر، في بلد يخلو من الداعمين، الناس هي اللي تدعم نفسها بنفسها وتأخذ حقها بيدها، هذا هو الحل الوحيد. أن ندخل هذه الأفكار السلبية هو أمر غير صحيح. أعتقد فكرة أن الشعب الآن يتمسك بالحياة قدر المستطاع في مقابل آلة موت وسلاح محمول بوجههم عندما يتظاهرون وعندما يطالبون بحقوقهم، هنا تأتي الإرادة الحقيقية للشعب، وهنا يأتي الإصرار الحقيقي على المضي قدما من أجل تحقيق الـ 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 أو جلب الحقوق المسلوبة كما توصف محليا وداخليا. أما فكرة أن نظل بالمخيمات ولا ترجعون، هذا الأمر كلام سليم، أثبتت التقارير الحكومية وتقارير منظمات إغاثية وغيرها، تقارير من الداخل العراقي، أن هناك كثير كانت من الكمائن ومن سيطرات الميليشيات ونقاط التفتيش التي قامت بإلقاء القبض وقامت باختطاف واعتقال ومسميات كثيرة لإخفاء قسري للمدنيين العائدين إلى مناطقهم، حدثت في كثير من المحافظات، لكن تبقى هناك الرغبة بالعودة إلى المناطق الأصلية للناس لكي يعودوا لبناء منازلهم وإعادة حياتهم قدر المستطاع بإمكانياتهم الذاتية للعلم. طبعا هذا نؤكد عليه مرارا وتكرارا، لم تدخل يد الحكومة في أي شيء يسمى إعادة إعمار داخل المحافظات.
هناك فرق موت وهناك كمائن وهناك نعم، ولكن الناس ما الذي تفعله في المخيمات؟ ما الذي لديها وما الذي بقي لديها لتعيش في مخيمات وصفت من كثيرين أنها كسجون محاطة بالميليشيات وبقوات حكومية تضيق عليهم الخناق وتحاصرهم وتحاربهم نفسيا وكذلك جسديا؟ أبو فيصل من السعودية تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك أستاذ محمد؟ حياك الله أبو فيصل، أهلا وسهلا. حيا لك في التقدير واعتزاز لك وللغناء وكادر الغناء. شكرا جزيلا. والمشاهدين والمستمعين، بالنسبة لما يجري بالعراق بالموضوع النازحين. نعم. العراق لن تقوم له قائمة ما دام هذه العصابة متسلطة على رقاب الشعب العراقي. فلا بد منها، إذا هذه العصابة هذه العصابات أو الميليشيات الإجرامية لن العراق لن يكون دولة ولن تكون العراق قائمة في ظل هذه العصابات. على الشعب العراقي أن يتكاتف ويتجاوز كل الخوف، والشعب العراقي نحن نعرف أنه شعب واحد وهدفهم واحد هو تحرير بلد، لكن بد من ثورة على هذه العصابات. لن تقوم للعراق مقابل أي طائفة، لن تستفيد من هذه العصابة، هذه عصابة مجرمة. ونطالب من القيادة الدولية ونطالب من حقوق التدخل لحماية الشعب العراقي من هذه العصابات والجرائم التي تنتشر بالعراق مثل قصة أبو فيصل. المنظمات الدولية والحقوقية التي تتحدث عنها تصدر تقارير وتخرج ببيانات تؤكد فيه حقائق وتكشف وقائع تحدث في العراق، لكن ما قيمة هذه التقارير إن لم يكن هنالك تحرك على الأرض؟ صحيح أستاذ محمد، صحيح ما في قيمة، ولأن نعرف أنه في انتهاكات واضحة وعلى القنوات وطائفية وإجرام يعني. أما بالنسبة للعراق ولا يوجد حكومة أصلا من 2003، لا توجد حكومة، هذه ليست حكومة، هذه عصابات، عصابات مجرمة. وبدا المقام كل أهل المناطق الغربية، مثل عندك الأنبار، عندك صلاح الدين، عندك بغداد، حزام بغداد، عندك نينوى الحدبة، هذه كلها تعرضت لجرائم طائفية يقودها النظام الإيراني. ونطالب بالتدخل، ونطالب الشعب العراقي، نطالب كل واحد عنده غيرة على بلده أن يدافع عن بلده. وتحية لك. شكرا أبو فيصل، كنت معنا من السعودية. لدينا رسالة من السيد عبد الخالق الناصر، يقول: السلام عليكم، خربانة يا أستاذ محمد، ما دام هذه الأحزاب القذرة والحرامية يقودون البلد، محافظات مشردة ومحافظات في فقر، متقع وحقوقنا راحت بسبب هاي الحكومة الظالمة، الله يكون بعون النازحين. نحن نتساءل مشاهدين الكرام، العصائب هي جزء لا يتجزأ من كيان للحشد الشعبي، هذه الميليشيات منضوية ضمن أو تحت هذا الشعار. عندما تطالب بهذا النفس وتخرج من هذه التصريحات التي تتهم به النازحين بأنهم إرهابيون، وتأخذ بمبدأ العقاب الجماعي، وكذلك تمنعهم من العودة إلى مناطقهم رغم انتهاء العمليات العسكرية وإعلان الحكومة ذلك، ألا يدل ذلك ويثبت طبيعة النفس الطائفي الذي يحمل لدى هذه الميليشيات التي تحارب تحت مسميات كثيرة وشعارات وهمية أوهمت بها كثير من المجتمع بأنها ذاهبة لتحرير والحفاظ على الحياة والإنسان وغيرها؟ ألم تثبت هذه التصريحات وهذه الخطوات المتبعة والفترات السابقة بالأيام القليلة الماضية أن هذه الميليشيات تحمل نفسا طائفيا كان منذ البداية معها وحتى هذه اللحظة، وها هي الآن تؤكد في قضية جرف الصخر على طائفيتها بمنعها من النازحين من العودة إلى مناطقهم، وكذلك بمحاربتهم وإطلاق هذه الأوصاف عليهم لكي يدخلوا ضمن هذه الدائرة ويصبحوا مرصودين كما يوصف، وكذلك محاربين في حياتهم، في رزقهم، في عيشهم، يظلون في هذه المخيمات بلا دعم، بلا مساعدة، وتطلق عليهم هذه الأوصاف. طيب، هذه النقطة. النقطة الأخرى التي نسأل بها: السياسيون السنة إذا صح وصفهم بهذا الوصف الذين ينتمون إلى هذه المناطق، المحافظات التي طرأت فيها وجرت في هذه العمليات العسكرية وضربت وقصفت وما إلى ذلك، عندما يخرجون ليصرحوا بأن هذه المناطق فيها مخفيين في مؤتمراتهم وبياناتهم وكلماتهم، هناك يقولون أن هناك مخفيين وهناك معتقلين وعددهم بالآلاف. طيب، أنتم تعلمون هذه المعلومات وأنتم سياسيون في دولة ولديكم صلاحيات ولديكم قدرات، ما الذي يمنعكم من التحرك واتخاذ موقف حقيقي؟ ما قيمة تصريح النائب أو المسؤول إن كان وزيرا أو أي مسؤول بالدولة، ما قيمة هذا التصريح الصحفي
الذي يظهر على وسائل الإعلام إن لم يكن هنالك تحركا فعليا وخطوة تتخذ لمحاربة وإيقاف هذه الميليشيات عند حدها. معنا السيد أبو طه، تفضل. ألو، السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية خاصة لك ولقناة الرافدين الشريفة. حياك الله أستاذ محمد. هي قضية النازحين نعم متعلقة شيء بشيء. زين، أول نعم. شيء الحكومة تخاف من الميليشيات، زين نعم. ما تتدخل بشغل الميليشيات بأنه هي الحكومة ميليشيات. زين، فإحنا شئنا أم أبينا نسميها حكومة. طيب، زين، سلطوها على رقابنا بتخاف من الميليشيات، زين، والميليشيات بنفس الوقت يخافون من النازحين. إذا سألتني شلون يخافون من النازحين؟ بالضبط، خافوا يرجعون النازحين إلى محافظاتهم ولا ديورهم، زين، نعم، راح يتشتلون بمناطقهم ويدزمون مناطقهم، زين، ويخاف يتحشدون، زين، كحشد طاعة محافظات الغربية. لكن وين الخوف يا أبو طه وأنت لديك ميليشيات عندها قدرة عسكرية وسلاح يضاهي ما يملكه الجيش أو القوات الحكومية في العراق وسلطتها فوق القانون وكلمتها على الدولة ولا يوجد أحد يعارضها أو يقف ضدها؟ ما الذي سيخيفها من النازحين؟ مو إذا رجعوا النازحين كل واحد رجع إلى منطقته، مع الدولة ما لهم وجود، المناطق آمنة، كل واحد حج على داره، زين، يقولون حسابات بعد محاكم. هل تعتقد أن الدولة يا أبو طه خائفة أم مشاركة أو متورطة في هذه الانتهاكات التي تقوم بها أو ترتكبها الميليشيات؟ الثلاث حالات موجودة أستاذ محمد. الثلاث حالات اللي تفضلت بهن هي موجودة عند الحكومة، مشاركة وخائفة من الميليشيات، زين؟ نعم. كلها سببها الحكومة، لو حكومة قوية ما تخلي هاي الميليشيات. يعني أنا اليوم بس طيب الحكومة عندها سلاح يا أبو طه، الحكومة عندها سلاح وعندها جيش وعندها قوة، ليش تخاف؟ تخاف من إيران، لأنه الميليشيات ارتباطها بإيران. نعم. زين؟ اليوم انا دا اسمع اخبار على قناه بغداد الفضائيه، مواطن من النازحين ابنه مريض وما عنده فلوس علاج، فمقرر ان يبيع الكلى مالته حتى يعالج ابنه الطفل. هاي بيا دوله بيا قانون، زين، وين راحت الامم المتحده؟ الصليب الاحمر الجودي وين راح؟ شو يريدون من عندهم؟ مناطقهم تحررت، كل شيء انتهى. يعني حرف الصخر صار أربع سنوات، أكثر من أربع سنوات هي محررة، ما حد يقدر يطبلها بها قانون. هذا احنا كل المعارك اللي خضناها وكل الحروب اللي خضناها بعد ما تنتهي المعركة بأسبوع أو بعشرة أيام نطهر المنطقة زين ونخلي حماية وترجع العوائل كل واحد إلى منطقته. بيرجع أي مواطن إلى داره معزز مكرم وساعد الحكومة السابقة، زين، وكل شيء ينتهي. بس مثل هيك وضعية، نعم، عمري 57 سنة 58 سنة أنا ما شايف هيك وضعية. يعني حكومة تقتل بلدها، تقتل الشعب مالها، تجوع الشعب مالها، تدمره، تهجره. نعم أبو طه، أشكرك للمشاركة، وضحت الأفكار التي طرحتها. أبو أحمد من كربلاء، تفضل أبو أحمد. أغاتي حياك الله. ذولا ميليشيات، ذولا دمروا الشعب، دمروه. نعم، زين، وخلي السنة تقب على سجناهم، هلتها
على السجناء وعلى ذول اللي اخذوهم من الرزازه ومن الصقلاويه. هو الموضوع مرتبط بالسنه بس يا ابو احمد، الموضوع موضوع بلد يا ادري يا اخي. الشيعه هاي منظمه، انا ما اقدر احكي العمايم هنا، انا مدمره الامه. الا يستحق هذا الموضوع ايضا انتفاضه من اهل الجنوب؟ يعني الا يستحق موضوع المعممين اللي مسيطرين ايضا ما يستحق انتفاضه؟ حاليا باللغف، حتى باللغف ذولا ما يعشون. نعم. اي يعني باللغف هو حاليا باللغف. هل تعتقد ابو احمد، هل تعتقد ان في العراق طرف، هل تعتقد ان في العراق طرف سياسي يستطيع ان يقف امام الميليشيات؟ يقدر يكون. انتم السنة اسباع والله وقفوا بوجوههم. طرف سياسي يا ابو احمد، طرف سياسي وليس مواطن عادي. هل يوجد بالحكومه؟ نعم السياسيين السنة بشو بس يصيروا بالحكومه يسكتون بعد ما يحسون. زين هذا الحلبوسي، الحلبوسي السنة املنا به يغير الامه يغيرها. شو ماكو ساكت ولا يحكي ولا يفك حلقه. الحلبوسي مشغول الان، محمد الحلبوسي رئيس البرلمان مشغول الان في محاربه السياسيين السنه ايضا داخل البرلمان. لديه بعض الاشخاص الذي يعني لم يرضى عليهم فيحاربهم الان، رفع حصانه وما الى ذلك. بعد قلبي يا اخوي دافع عن السجناء، ترى كلهم ذبحوهم والله، كلهم ذبحوهم ذولا. نعم. ابو احمد اشكرك، كنت معنا من كربلاء. نقرأ بعض الرسائل الواردة مشاهدينا الكرام. أبو حاتم من مدينة الموصل يقول: السلام عليكم أستاذ محمد، تحية طيبة لك ولكادر القناة، قناة الرافدين والمشاهدين الكرام والعراقيين. يقول: كثيرون حول السلطة والكراسي وقليلون حول الوطن والشعب وعدم الشعور بالمسؤولية. أستاذ محمد، العراق أحسن من كل شعوب الكرة الأرضية بالإنسانية والشعور بالمسؤولية، والشعور بالمسؤولية تجاه الإنسانية. واليوم العراق وشعبه بيد أشرار العالم، احتلال إسرائيلي أمريكي إيراني، والشعب بدأ يتهيأ للحركة بعد صبر طويل على الظلم. ولا ترتجوا من الظلمة خير، لأنهم هم شر للعالم وهم وراء مصالحهم الشخصية وعدم شعورنا بالمسؤولية أو شعورهم بالمسؤولية. والله غدا لناظره قريب والنصر حليف الشعب، والسلام عليكم. وعليكم السلام. رسالة أخرى يقول: مساء الخير، ولاية الفقيه منذ عام 79 غايتها تدمير العراق، لكن العراق منعها من سنة 1980، وبإزاحة النظام السابق نفذت الذي تريده. وأول المخطط التغيير الديمغرافي، النواب السنة فيهم الكثير من المتورطين بالفساد مع النواب الإيرانيين في العراق، لذلك تراهم غير مهتمين والجزء منهم جبناء. إن لم تتدخل قوة خارجية وتنهي الميليشيات لن يستعيد العراق عافيته. طبعا موضوع الجهات الخارجية وتدخل الآخرين، يعني نحن في النهاية دائما ما نتحدث على أنه نرفض أي تدخل، لأن كل التدخلات التي حصلت في العراق سببت الخراب والدمار لهذا البلد. لكن هناك من يعتقد مشاهدينا الكرام أن يضرب أو تضرب الميليشيات إيران أذرعها سياسيها في العراق عن طريق من جاء بهم، الولايات المتحدة، خاصة في الفترة الأخيرة يقال أن هناك توترا بينهم. مع هذا يعني هناك من يعتقد أن خلاص العراق من الميليشيات يأتي عن طريق طرف آخر، طرف أكثر قوة، يضربهم بمناطق مهمة وحساسة، يضعفهم، يقطع مصادر اقتصادهم وإمداداتهم العسكرية والاقتصادية وخلافه، وبالتالي يضعفون فيضعف الوجود الإيراني في العراق. هكذا يعتقد البعض. بشكل عام ملفنا مستمر معكم مشاهدينا الكرام، قضية النازحين ومنع النازحين من العودة، وكيف تطالب محافظة بابل وهي جهة تابعة للحكومة وجهة رسمية أن يمنع النازحون من العودة، وكذلك ترفع دعوة قضائية ضد كل من يطالب بعودة النازحين إلى مناطقهم. نذهب إلى فاصل قصير الآن مشاهدينا الكرام، ومن بعده نعود، ابقوا معنا.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نكمل حديثنا معكم بقضية منع النازحين من العودة إلى مناطقهم بسبب وجود الميليشيات التي تفرض عليهم بسطوتها وسلاحها بقائهم في المخيمات وتمنعهم من العودة إلى مناطقهم التي انتهى بها العمليات أو انتهت بها العمليات العسكرية وفق الإعلانات الحكومية والميليشياوية كذلك. ميليشيات الحشد بفصائلها المتعددة تضايق النازحين، تمنعهم من العودة إلى مناطقهم، تحاربهم في حياتهم، وبالتالي يبقون في المخيمات بلا دعم ولا مساندة، ومدن مدمرة ولا يستطيعون حتى أن يعودوا إلى مناطقهم ومنازلهم المدمرة. معنا السيد أبو مصطفى من مدينة الموصل، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ محمد، بالنسبة للذول ما يعتبرون نازحين، ذولي أسرى عند اللؤماء اللي يحكمون هذا البلد. نعم. ذيال المجوس واليهود، احنا من تجي النازح يرحمون بحاله يعني ويقدمون له ما يريد. يعني هذه كلها ماكو. نعم. هذه جانب، جانب اخر هي احنا ما عندنا حكومه من 2003 اليوم كلها عصابات متسلطه علينا غصبا عنا. واليوم المجوس شو يقولوا لهم؟ هم ينفذون عودتهم ما يمكن يوافق بها الا اذا خامنئي هذا الخنزير المجوسي واعوانه. لكن من تجي احنا بسبب احنا انفسنا احنا بنفسيتنا، لان احنا ما يد واحده. شوف شوف شلون تكالبت علينا الامم على العراق هذا، كل من ياخذ والشعب هذا شيعي وهذا سني وهذا كردي وهذا شبكي وهذا يعني هاي التسميات هم وجدوها في سبيل يبقون او يطولون امد الاحتلال. واحنا ساكتين وننظر للجانب. تعال شوف الضرائب اللي على العراق بالعراق اليوم. اي شيء تتقدم عليه الى الدوله انت اليوم اي معامله انت عليك ضريبه. ابو 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 مصطفى، مبدا العقاب الجماعي في محاربه النازحين، يعني ميليشيا العصائب تصف نازحي جرف الصخر انهم ارهابيون، ومحافظه بابل مجلس المحافظه يتوعد ويهدد كل من يطالب بعودة النازحين إلى مناطقهم، يهدده برفع دعوى قضائية ضده. يعني الموضوع لماذا يطبق مبدأ العقاب الجماعي؟ ما ذنب العائلة إذا كان بها، على سبيل المثال طبعا، إذا كان بها فرد قد انتمى إلى تنظيم فلاني أو ذا، ما ذنب العائلة المكونة من زوجة وأطفال؟ نعم نعم السيد العزيز محمد، الله سبحانه وتعالى إحنا بس مسلمين يعني شيء مو مسلمين انما اشباه المسلمين اكثرنا. لانه الله سبحانه وتعالى يقول ولا تزر وازرة وزر اخرى. احنا من نجي على هذه الايه زين، انتم الطفل مثل ما تفضلت، الطفل شنو ذنبه؟ ذنب ابوه او اخوه؟ يعني حتى العائله كليتها شنو ذنبها اذا واحد شذ؟ احنا اليوم اكثرنا نعرف انه كثير من الابناء خاصه وعد ما ساعه وهم في مو رغبه والديهم، لا ولا اخوانهم الاكبر اللي يندل المصائب، ولكن اللي جرى علينا هو نفس التكتيك. يا ابو مصطفى، اليست الاحزاب الحاكمه هي احزاب تقول عن نفسها انها اسلاميه، تسمي نفسها اسلاميه؟ وانت تفضلت وكما قلت ليس في ديننا ما يدعو الى ان يعاقب الجميع على خطا لفرد، ليس من اعرافنا ولا من ديننا حتى. كيف إذن بهذه الأحزاب التي تصف نفسها إسلامية أن تعامل الناس بهذه الطريقة؟ هي ما هي إسلامية؟ هي أسأل كل شريف بالعالم الإسلامي، هل يوجد حزب بالإسلام؟ الإسلام ما يوجد فيه حزب، الإسلام واحد كجسد الواحد. يعني إحنا من نجي ننظر للإسلام، هي شلون قدروا يدخلون علينا الأجانب أي ملة الكفر؟ هم فجروا أكبر قنبلة بلادنا هو تفرقة، السياسة تفرق تسد، احنا قارينها قبل بالتاريخ، كل زمان الناس اللي اكثر الناس يعرفها. فهم استعملوا هذه الطريقة ولا يزال يستعملوا، لكن احنا نرجع ونقول اين الامة الاسلامية؟ ما يردعنا عن الاسلامية العربية، العرب انتم هو اللي حد الان ساكتين، هسه حاليا تقوت علينا ايران والصهاينة، الصهاينة منك يسحبون ياخذون اراضي وذولا منا ينهبون ايضا يتقدمون وياخذون اراضي. زين يا عرب انتم الى متى تبقون؟ هذا شيعي وهذا سني، هذه التسميه من الاسباب عرفناها. بداوا يستعينوا والكل متضرر الان يا ابو مصطفى، الكل متضرر الان، اهل الجنوب ايضا يعانون ماساه الحياه،
خدمات لا توجد وفقر مدقع وكثير من المآسي وسطوة ميليشيات وكذلك سطوة معممين وابتزاز، يعني حياة أيضا مأساوية يعيشون في الجنوب. أستاذ العزيز، ما كل معمم هو صار إمام وقدوة للإسلام أصلا. هم يعني سبق وأن قلت دول المعممين والشيوخ العشائر إلا ما ندر شيوخ العشائر، أما المعممين هذا اللي يدخل بالعمالة مالته مخدرات، هذا معمم، هذا إسلامي، هذا أصلا طالع خارج من الإسلام، هو الخزعبلي كالكدان العرب هذا اللي كان يقاتل في الجيش العراقي. حتى اللي يقول لك أنا جلال الطلباني الموقر مو شادر في مالات، احنا قريبين على اربيل، اربيل بلدنا هي، من كان يقتل بالجيش والذي غير هم ربعوا، احنا نجي الحقيقه يرجع على عبد المهدي، وين كان بيراني قاتل الجيش العراقي، من هو المهندس عرف انقس ذاك هذا العامل، يعني كليتهم هم لكن يا عراقيين كافي نايمين. انا اقول هذه لك هذه، خلنا نشوف صوره واحده يقبل يجي يحول السياره هسه ما يقبل بعشر ورقات، يعني ما يقارب $1000. ليش هذا العمل؟ شكرا ابو مصطفى، شكرا جزيلا لك للمشاركه، اعتذر منك، لدينا متصلين ينتظرون. معنا السيد ابو زهراء من بغداد، تفضل ابو زهراء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كيف حالك الحبيب؟ حياك الله ابو زهراء، اهلا وسهلا اخويا الكريم، الله يجزيك بالخير. الله يجزيك بالخير هذا اخونا المتصل قبلي. نعم الله يجزيك بالخير، حكي حكايات والله حقيقيه يعني. لكن احنا ارد اقول الحمل ما يشيله غير صاحبه هو. انت اذا ما تطهر بيتك بيدك وتقوم وتعلي نفسك انت وتعلي شانك ما حد يلحق عليك. وضح لي اكثر ابو زهراء، شنو البلد محتل؟ محتل من قبل ايران، من قبل اسرائيل، من قبل اعداء الله كلهم. لكن عتبي على هاي الناس اللي ما اعرف شلون دا ينام بالليل وما يفكر بجاره او ما يفكر بحاله بحال بلده. اذا ما واحد يشمر عن زنوده ويقوم يطهر بلده، من يجي يطهر بلدنا؟ ايران لو امريكا لو اسرائيل لو ذولا اللي تجسسوا على البلاد ودمروا بلدنا من وراء الانسان اللي براسه غيره ويداعي بالامه العربيه ويداعي بفلسطين ويداعي بالحره. منين تو جاي كانت الحره تنضرب براجه على عينها او تنضرب براجه وشلاق؟ بزمان قبل او بزمان الصالحين او بزمان الاحرار؟ اذا ما نكون احرار حقيقيين ونتحرك على نفسنا ونطهر نفسنا من هذا الدنس هاي الاوساخ. وانت لا تقول لي مرجعيه، المرجعيه الراس مالها هو الخنزير الكبير، هو هذا المجوسي والصهيوني عنده عمارات، هذا التبرعات اللي تجي بلايمه، التبرعات ما تدينني بها بارات وديني بها مضطجعات وديني بها عمارات بلندن وبإسرائيل وبفرنسا وبغير مكان، هذا ما يسمونه هو السيستاني تكرم، مع احترامي اخواننا الشيعه اللي هم على وجههم، والله ما اسف عليكم يا اخواني، مو عيب يعني انتم تعبر عليكم هاي السوالف، انتم اخواننا الشيعه، انتم مهم مسلمين تسجدون على القبله، معقوله انت يقودك واحد انسان يكرهك؟ انت من يقول احبك؟ هو سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول المجوس مطايا اليهود. المجوس طيب. مطايا اليهود، هذا كلامه زين، ما حنا جميل على عربيين قطوة رب الكعبه. يا اخي العزيز ما تقول لي انت ابو زهراء انا عتبي على هذا الشعب. نعم وضحت الفكره، اشكرك للمشاركه، شكرا لك. نقرأ بعض الرسائل التي وردت. يقول أحد المشاركين بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي الكريم، لابد من شدة حزام وطرد هؤلاء الخنازير. حيدر من ديالى يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي محمد، إذا الله يضرب الظالمين أو يضرب الظالم بالظالم وينجينا منهم، إحنا أهل السنة لا حول ولا قوة إلا بالله. كل العراقيين والله يا حيدر. مشارك آخر يقول مصطفى من الأنبار، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي، من يقولون الحكومة ما تقدر على فرض الأمن، شلون راح الدولة شلون راح الدول الأخرى تهاب الحكومة العراقية؟ العراق ما فهمتها شنو معناها، مشكلات النازحين ما حلوا، شلون راح يحلون؟ الله يخليك يا أستاذ.
يعني يقول انه مشكلات النازحين ما حلوها، دوله لم تعالج مشكله النازحين، فكيف اذا او اشراح يحلون؟ ما الذي سيقومون بحله فيما بعد؟ قبل يقولون ماكو امان، هسه الحمد لله امان واستقرار، كل شيء ماكو امان، ما يرجعون النازحين. يقارن ويتساءل ما الاسباب الذي تمنع النازحين من العوده عندما كان يقال سابقا ان هناك ارهاب وتنظيمات وما الى ذلك. طيب اذا مشاهدينا الكرام، طبعا هناك اسئله كثيره تطرح حول وضع النازحين وطريقه تعامل السلطه الحاكمه في بغداد مع هذا الملف، الملف الحساس. هناك مئات الالاف من النازحين يقطنون في العراء في مخيمات بعيده كل البعد عن كل مقومات الحياه البشريه، والتي من الطبيعي ان تتوفر للانسان في بلد غني كهذا البلد، لكن يبدو ان الوضع في العراق وضع يختلف. والدليل ان هناك هذه المطالبات وهذه الاصوات التي تخرج لتحارب حتى من يود ان يعيد النازحين الى مناطقهم، لترفع عليهم دعوى قضائيه، وفي ظل وجود قضاء فاسد مصنف دوليا بهذا الوصف، لن يكون هناك طبع بالطبع اي امور تجري الا وفق عرقلات. في ظل فساده سيكون هناك رشاوه وسيكون هناك ابتزاز ربما، وهذه الامور الكثيره التي تمنع النازحين من العوده الى مناطقهم. السياسيون السنه طبعا لديهم او عليهم النظر في ظل انهم يمثلون هذه المحافظات المنكوبه المدمره ذات النازحين الكثر، والذين ينظرون الى محافظاتهم ولا يتدخلون، ومن يتحدث منهم يتحدث بشعارات وخطب وتصريحات شبع منها الناس واستمعوا اليها كثيرا على فترات سابقه، لم يجدوا حتى هذه اللحظه اي تحرك حقيقي من مسؤول يوجد في العراق ليقف امام الميليشيات او لكي يتخذ قرارا من شانه ان يساعد ويساهم في عوده اهل محافظته الى مناطقهم. طبعا طرحنا سؤالا يخص الطرف السياسي الذي لديه القدرة، أجمع الكثير من المتصلين أن هناك تواطؤا حكوميا مع ما يحدث من الميليشيات، بل وصل الموضوع إلى وصف بعض المتصلين الحكومة أنها حكومة ميليشيات، وهم جزء لا يتجزأ من هذه السلطة، والسلطة جزء لا يتجزأ من الميليشيات، وهم في النهاية وجهان لعملة واحدة يستفيدان من بعض، نظرا لوجود أطراف سياسية أحزاب سياسية لديها فصائل مسلحة موجودة في الحكم في العراق، وبالطبع لديها رغبات بتحقيق امتيازاتها. وأيضا الموضوع ارتبط بإيران، وأن هذه الأحزاب بولائها المطلق لإيران، والميليشيات كذلك بولائها المطلق لإيران، هم ينفذون أجندة إيرانية في العراق وسياسات معينة ومخطط موضوع لهذا البلد. جرف الصخر يمنع الناس من العودة إليها بسبب وجود أغراض، يقول أحد أبناء المدينة أنهم يقومون بالزراعة هناك واستغلال هذه الأرض لمصالحهم، وإن عاد النازحون إلى مناطقهم قد يسببوا مشكلة كما يقول آخر. بهذا مشاهدينا الكرام وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.